السلام عليكم، معاكم محمود محمد مصطفى، شهرة محمود البطلان، صاحب مكتب بطلان مصرات تصدير وتخليص الجمركي بسفاجة. أول حاجة الشكوى الغير لا مزلة، والمشكلة اللي أنا هعرضها عليكم دي ليها أكتر من 10 سنين في سفاجة، واللي شبهي في نفس القصة دي هيعرف إن أنا هقول إيه كويس. مشكلة حجز العبارات، ازاي ابقى راجل معاي مكتب ومعاي شغل ومش عارف احجزه على عباره؟ ايه اللي يجبر تاجر معايا او مع غيري ان هو يشتغل معايا وشغله بيقعد في الجراج فوق في ميناء سفاجه باليومين والثلاثه والاربع ايام، وناس تاني شغله بيحمل الفجر وبيسافر في نفس اليوم اللي بيوصل فيه العربيه او البراد او الشحنه او ايا كان. احنا عايزين نظام عادل في سفاجة، نظام عادل يقول ان اولوية الحجز باولوية الوصول. بمعنى ايه؟ يعني العربية تيجي تسجل في الجراج وصول النهاردة، ينزل الكشف بالعربيات الموجودة في الجراج يخش المينا، والناس كلها تبقى سواسية. ليه يعني واحد غريب مش من سفاجة يجي ويشتغل ويبقى ليه حصة في المراكب؟ وإيه الحصة دي؟ وإيه نظام الحصص ده؟ ده اسمه نظام قطع أرزاق. لما أنا أبقى راجل معاي بيت ومعاي أولاد ومعاي ناس شغالة معايا ومعاي مكتب وضرايب وإيجار وكهرباء ودي ودي ومش عارف أشتغل، إيه حجبر التاجر إنه يشتغل معايا؟ ما هو كله بيصب في مصلحة واحد بس أو اتنين أو ثلاثة في سفاجة، ومش محتاجين شغل. ليه يعني شغل عنب ولا فراولة ولا طماطم ولا ايا كان المنتجات تقعد هنا بتاع ناس؟ ما السواق اللي يوصل ينزل يحجز بنفسه ويركب المركب، ما اي حد محترم بيشتغل الشغل ده في اي مينا. ليه ما نطبقش النظام اللي هو حاليا في السعودية؟ على كد الشغل الموجود في المينا على كد ما بيطلعوا المراكب. ليه احنا نستنى ناس تحمل وتيجي تركب شغلة أولوية عن ناس تاني؟ عاوزين ناكل عيش، بعد إذنكم عايزين ناكل عيش، عايزين نشتغل. حرام يبقى ابن بلد ويحصل معاه كده. أنا مش بتكلم بلسان أنا بس، أنا في زي يمكن 10-15 مكتب. ليه كده؟ حرام يعني، حرام حرام. احنا متربيين ولاد اصول ومؤصلين وابناء بلد ويحصل معانا كده؟ طب لمصلحه مين يعني؟ لمصلحه مين؟ ما الموضوع كله غلط. لا، طب ما يخلي الناس كلها سواسية، اللي يلقى اسمع الكشف اللي ينزل يتوزع على المكاتب، يتعرف النهارده مثلا الكشف نازل فيه سواق فلان وفلان وفلان وفلان، وكله مخلص عارف اسماء السواقين اللي نازله على مكتبه واسماء شركات. ما نبقى محترمين وكله يشتغل. احنا تعبنا، تعبنا بمعنى الكلمه. احنا بنقعد في الشغل اكتر ما بنشوف اولادنا في البيت، بنقعد نتحايل في التوكيلات الملاحيه. اصحاب التوكيلات نفسهم مش عاجبهم الوضع، شايفين انا ولا غيري مزنوقين، وفي ناس تانية ما عندهاش شغل ومستني غصب عنه التوكيل بيستنى لغايه لما فلان وعلان وفلتكان يجيبوا الشغل بتاعهم لغايه لما يكملوا حصتهم. ليه انا استنى غيري؟ ما مرضيش ربنا. وزي ما قلت لكم في البدايه، الشكوى الغير لا مزله، والواحد طلع يتكلم عشان خاطر تعب. فعلا تعبنا، شركات كتيرة مشيت من عندينا وراحت لمكاتب تانية بعينها، هي نفس المكاتب اللي واخدة الأولوية في الحجز وأولوية في كل حاجة. ليه يعني؟ الناس هنا كلها محترمة بتوع التوكيلات، مفيش حد يعني على حطه غبار عشان نقول مثلا ده ليه مصلحة شخصية مع ده ولا مع ده. ليه نستنى غيرنا؟ ليه؟ حرام يعني، حرام. تعبنا والله، تعبنا.